هناخد دلوقتي عنوان اخير في السابجكت دي، اللي هو ايه اهم نوع من انواع الريسك اللي ممكن تجاره الداتا. عشان كده بحتاج الكنترولز وبحتاج الجافرنس والداتا مانجمنت والكلام ده كله. اهم نوع ريسك اللي هو يقولوا عليه السايبر اتاكس. سايبر اتاكس يعني الاتاكس او الريسك او الثريتس اللي جايه لي من خلال الانترنت. السايبر اتاكس هي ان يحصل اكسس على السيستم بتاعك ويحصل تشينج او ديستروي للداتا بتاعتك، حد يشيل منها حاجه، يمسح منها حاجه، يعملها انكريبشن عشان ما تقدرش انت تقراها تاني. كل دي نوع من انواع الريسكس. او ان هو انتربت السيستم بتاعك، يعني ما يخليهوش فانكشننج بشكل مظبوط. الكلام ده قد يكون انفولفنج اكستورشن، ان حد يحاول يبتزك للحصول على اموال بشكل ايه مش مظبوط. طبعا انا اللي يهمني في النهايه الداتا بتاعتي، عايز احمي الداتا بتاعتي ومش عايز يحصل هذا النوع من انواع الريسك، سايبر اتاكس. قال لك ولذلك عملوا كنترول او كونسبت اسمه سايبر سكيورتي عكس السايبر اتاكس. هو البروسيس او الميثود اوف بروتكتنج انترنت كونكتد نتوركس devices or data from attacks. انا الهدف النهائي بتاعي ان انا عايز اسكيور السيستم بتاعي بالداتا اللي موجوده عليه. طيب ايه انواع الريسكس او الثريتس اللي ممكن تحصل؟ وكنا اشرنا الى بعضها برضو في السكشن اللي فات في حته الانفورميشن كنترولز. الكوبي رايت انفرنجمنت. الكوبي رايت انفرنجمنت او يعني انتهاك حقوق الملكيه، هو ان حد يسرق حقوق ملكيه معينه ويبيعها بمقابل. مثلا الدي او اس او الدينايل اوف سيرفيس، حد يعمل اكسس على السيستم او الويب سايت بتاعك او السيرفر بتاعك بشكل فريكوينت، بشكل دايم، مش المفروض يكون ده حاصل، بحيث ان يكون السيرفر بتاعك او الويب سايت بتاعك نوت فانكشننج بشكل طبيعي، to make it difficult for normal users to use it. الناس الطبيعيين ما تقدرش تخش على الويب سايت بتاعك او على السيرفر بتاعك، يعمل اوفرلود للسيرفر او يعمل اوفرلود للويب سايت بتاعك. دوس denial of service. buffer overflow attacks. buffer overflow attacks ان هو sending data، يبعت لك data more than expected، اكتر من متوقع. عادة اللي بيعمل الكلام ده الناس الهاكرز والبروجرامرز، وبيحصل الكلام ده عن طريق اكواد تدوبليكيت داتا بشكل كبير قوي عشان برضه يعمل قصه الاوفر لود للويب سايت بتاعك او للسيرفر بتاعك او الكلام ده كله، بس يعمله عن طريق اكواد. بافر اوفر فلو اتاكس، داتا اكتر مما يجب. باسورد اتاكس، خلاص كلنا عارفاها، ان يحصل كراكنج للباسورد، يكسر لك الباسورد. ولذلك كان من ضمن الكنترولز اللي كنا بنتكلم فيها ساعتها ان الباسورد تبقى بلينث معين، طويله على الاقل مش عارف 8 كاركترز، ويكون فيها ارقام ويكون فيها سيمبلز ويكون فيها حروف وابر كيس ولور كيس، وان الباسورد يحصل لها تشينج كل فتره، كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر، كنوع من انواع السكيورتي. في نوع من السايبر اتاكس اسمها الفيشنج، ودي كتير مننا بيقابلها بنقابلها. موضوع ان يجي لك سباب ايميل من مصدر مش موثوق فيه، او حتى مكالمه تليفونيه، او حتى تكست مسج. كل دي تكنولوجي وكل دي حاجات ليها اكسس علينا ولازم نخلي بالنا منها. ناس احنا مش واثقين ان احنا نعرفهم، ممكن ما نعرفهمش اصلا، ممكن يكون مان ذا ميدل اتاك، حد في النص بيني وبين مديري بيحاول يرد عليا ويرد عليه عشان يوصل لكونفيدنشال انفورميشن. فيشنج انه يحاول يوصل لكونفيدنشال بيرسونال انفورميشن زي الكريدت كارد نمبر بتاعك، زي السوشيال سكيورتي، السوشيال انشورنس، السوشيال سكيورتي نمبر، باسورد معين، الكلام ده كله. قد يكون مثلا تتخيل انه راجل اي تي ولا حاجه مثلا، فتضطر تديله الداتا دي وانت مش واثق انك تعرفه. ده نوع من انواع الفيشنج. او شركه بتعرض عليك انك تبيع لك حاجه معينه، خلينا نقول مثلا، فيطلب منك الكريدت كارد وهو ما بيبيعش الكلام ده ولا عنده فكره عن الكلام ده، هو كل اللي عايزه كريدت كارد عشان يسرق فلوس مثلا. تكنولوجي. الميل وير اللي هو الماليشيس سوفت وير، دار ماليشيس يعني دار سوفت وير. الماليشيس اتكلمنا برضو فيه قبل كده، زي الفيروسز والورمز والتروجن هورسز والسباي وير، دي كلها يقول لك ميل وير ماليشيس سوفت وير، كلها حاجات ضرر.
تخش تمسح لك داتا، تعدل لك في الداتا، تخفي لك داتا، ايا كانت هدف الورقه. رانسوم وير، رانسوم وير از تو ستيل ذا داتا ذن انكريبت، يعمل لها انكريبشن عن طريق اكواد وبروجرامنج، يعمل لها كودنج، تفتح الداتا ما تبقاش، لا مش عارف تفتحها، يغير الشكل بتاعها، يغير البرزنتيشن بتاعها، يا اصلا تفتح تلاقي رموز واشكال غريبه قدامك ما تبقاش فاهم الداتا دي ايه. طبعا جيت ماني تو ديكريبت فور يو. طبعا الحل غالبا في الحاله دي ان انا يكون عندي دايما باك اب للداتا بتاعتي، باك اب للداتا سواء اذا كانت في الاكتف انفايرمنت اللي انا لسه بعمل عليها ابديت، والداتا اللي موجوده في الاركايف، عشان لو حد عمل لها انكريبشن عن طريق الرانسوم ويرز دي من غير ما انا ما احس، يبقى انا عندي السورس بتاع الداتا بتاعتي، ساعتها اقول له شكرا يا عم، خلي الداتا دي عندك شوفها تنفعك ازاي، وابدا ارفع الباك اب بتاعي واشتغل عليه. بيبر كليك ابيوز، ودي اتكلمنا برضو فيها قبل كده، ان انت سعادتك بتعمل اعلانات جوجل او اعلانات فيسبوك او الكلام ده، وحد قاعد اللي هي بتدفع، انت بتدفع بير كليك، فهو يقعد يضغط هو ومجموعه معاه، يقعدوا يضغطوا على الاعلان بتاعك عشان يدفعوك فلوس كتير. تمام، طبعا ممكن غالبا يحصل كونتاكت ويطلب منك فلوس عشان يوقف الاكشن ده على سبيل المثال. فدي نوع وايديز ليه الاتاكس اللي ممكن تحصل، وايه الثريتس اللي ممكن تحصل، وايه الريسكس اللي ممكن تحصل، اللي تخليني عشان ابقى رابط الموضوع بالموضوع الرئيسي بتاعي ان انا محتاج داتا جافرنس ومحتاج كنترولز. طيب، من ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل حاجه اسمها سوشيال انجينيرنج. An individual may pose as a trustworthy worker. تتخيل ان هو حد انت عارفه. Perhaps someone from the IT department مثلا. And politely ask for password. هنا بقى تحديدا ممكن يطلب password او اي other confidential information زي ما قلنا قبل كده. Password, credit card number, social security number. اي حاجة من الحاجات. طبعا انت ببساطة في الامور اللي زي دي المفروض ان انت simply don't give information to people you don't really know. لو انت فعلا مش عارفه او you're not sure that you know them. على سبيل المثال احنا مثلا نتكلم قسم الاي تي، عندنا قسم الاي تي في الهند، تطور التكنولوجيا مش عارف ايه وبتاع ووفر الفلوس والكلام ده، عاده الشركات الانترناشونال بتفتح اي تي في الهند. فلما اجي اطلب منه باسورد الايميل بتاعي عشان وقف عايزه يعمل لي يغير لي الباسورد مثلا، استحاله يبعته لي على البيرسونال ايميل بتاعي، يتصل بيا على التليفون اللي متسجل عنده عشان يضمن ان مفيش سوشيال انجينيرنج دي، يضمن ان انا الشخص فعلا المعني بان انا اخد الباسورد، فهو عايز يتاكد من الحته دي. فهو اختصارا بيقول لك ما تديش معلومات لحد انت مش عارفه او ما تكونش واثق انك عارف الشخص، لان خلي بالك انت في العادي بتتعامل مع ناس انت مش شايفها بعينك. تمام، دامستر دايفنج دي ليها علاقه بالفيزيكال تراش بتاع الشركه، الزباله. انت ممكن تكون رامي ورق فيه معلومات خاصه بعملاء، رامي ورق فيه ارقام، فيه ارصده حسابات، فيه باسوردز، في ناس متخصصه بتدور فيزيكلي في الزباله بتاعت الشركات عشان تحاول توصل لاي معلومه تستغلها وتكبرها وتحاول ان هي تعمل موضوع الاكستورشن وتبتز الشركه والكلام ده كله. فهو بيقول لك ببساطه اي دوكيومنتس مهمه انت شايف انها مهمه وفيها معلومات مهمه لابد ان يحصل لها ان الدوكيومنتس دي تبقى شريدد، او اللي هي يعني تتفرم في مفرمه الورق والقصه دي كلها. طبعا زي ما احنا شايفين عناوين كتيره ومتفرقه، بس كل الموضوع هو بس بيديك افكار يفتح لك دماغك ايه انواع الكنترولز، ايه انواع الجفرنس اللي انت محتاجه، ايه انواع الريسكس اللي ممكن تجابك، فانت تبدا تشغل دماغك ايه الكنترولز اللي ممكن ان انا اجابه بيها الريسكس دي. خصوصا ما تنساش دايما الكنترولز بتبدا من ناحيه الريسك اسسمنت، اشوف الريسك ايه اللي انا ممكن اتعرض له عشان ابدا احط الكنترول المناسب لي. تمام، كلام واضح، قد يكون بعض المصطلحات جديده علينا، بس مع الوقت والمذاكره والحل هتلاقوكم ان شاء الله بتلموها، مش هتلاقوا فيها مشكله. المهم ابقى فاهم، هي دي ده اساس الموضوع، الفهم مش الحفظ. طيب، يقول لك defenses against cyber attacks. ابقى انا فاهم ان من اهم defenses against cyber attacks ان ممكن من الريسكس اللي تحصل ان يحصل هاكينج على الداتا بتاعتي، زي ما قلت لك حد ياخد الداتا ويبدا يساومني عليها. يقول لك يفضل ان انت تنكربت الداتا بتاعتك، انت بقى اللي تنكربت الداتا بتاعتك دي، يبقى secret codes. طبعا الكلام ده مش زي ما بنشوف في افلام الجاسوسيه وافتح كتاب واشوف صفحه كذا واعمل كود، لا، الكلام ده بيحصل عن طريق بروجرامز وبيكون بشكل سريع وبيحصل في دقائق وثواني، القصه ما بتاخدش
كتير في عصر الكمبيوتر والانترنت اللي احنا بنتعامل بيه. بيحصل ازاي؟ مش قصتنا كناس يوزرز، انا اللي يهمني كيوزر اشوف فايل الاقيه انكريبتد محدش يقدر يفتحه الا بالبرنامج بتاعي، او انا لما افتحه افهم افتح الداتا اشوفها وافهمها. قال لك علشان حتى لو حصل هاكينج على الداتا بتاعتك وقدر الهاكر دوت او الراجل قراصنه الداتا دول يقدروا يوصلوا للداتا بتاعتك ويفتحوها بشكل او باخر، ما يقدرش يفهم ايه اللي موجود جوه، فما يقدرش يساومك عليه. يقول لك حته الانكربشن عن طريق الكودز والبروجرامينج والابلكيشنز والكلام ده هو عباره عن تشينج هاو ات از ريبريزنتد او بريزنتد، طريقه عرضها بتختلف عما المفروض تكون موجوده فيه. زي ان واحد يفتح فايل وورد يلاقيه كله سامبلز وارقام وحاجات كده غريبه ما يبقاش فاهم ايه اللي مكتوب، على سبيل المثال يعني. من ضمن الامثله اللي انا شخصيا برضو بتعامل معاها ان البرنامج بتاعي الانفورميشن سيستم انا شغال عليه لما بعمل بيه باك اب بيكون الاكستنشن بتاعه دوت 001 002 0010 دوت طارق دوت نعيم ايا كان، ملوش ملكه يعني، لو حد لقاه ما هوش فاهم الباك اب اللي في الفايل ده بيشتغل بانهي برنامج. ده نوع من انواع الانكربشن، انا عارف البرنامج ايه، فلما بعمل له ريستورنج من جوه البرنامج نفسه ساعتها بقى اقدر الداتا اعرض الداتا بتاع الشركه بتاعتي وافهم ايه اللي موجود فيها وادرس الارقام واطلع ريبورتات والكلام ده كله. ده بس كمثال يوضح لكم يعني ايه انكربشن او change the presentation of data. فيقول لك في حاجه اسمها الايثيكال هاكرز، دول ناس هاكرز برضو بس بشكل ايثيكال، بشكل اخلاقي. الناس دي كل دورها ان هي تي بنتريت او تخترق السيستم بتاعك عشان تشوف الفولنربيلتيز اللي موجوده فيه، اللي هي نقط الضعف اللي يعني في السيستم فين، فيبدا كمان ينصحك يقول لك تجابه الفولنربيلتيز دي ازاي، تقدر تسترنسن السيستم بتاعك وتقويه بانهي طريقه. فالناس دي بتساعدك مش ضدك. يقول لك ان الايثيكال هاكرز دول ممكن شفنا امثله كتير وشباب صغير عندهم 15 و16 سنه ويقول لك اكتشف مشكله في فيسبوك وفيسبوك عرضت عليه ملايين عشان يشتغل معاهم والكلام اللي كنا بنسمع عنه ده. المهم اللي يهمنا في القصه دي يقول لك ان انت بنسمي الايثيكال هاكرز دول انتروجن، الشغل اللي بيعملوه يعني انتروجن تيستنج، بنتريشن تيستنج، او فولنربيلتي تيستنج اللي هو اختبارات الاختراق واختبارات نقط الضعف وما الى ذلك. فالموضوع بيحصل بشكل ethical، بشكل اخلاقي، مش هدفه ان هو يعمل لك extortion، مش هدفه ان هو يقايضك على فلوس او ايا كان، ده هدفه يكتشف نقط الضعف فين وكمان يحاول يقول لك نقط القوه او تقوي نقط الضعف دي او تفاديها ازاي عن طريق التيستس اللي هو ممكن يعملها. تمام؟ برضه كونسبت وبرود مينينج نبقى فاهمين ان هو موجود في الدنيا، مش كل الهاكرز ناس وحشه. في لوجيكال كنترولز. اللوجيكال كنترولز عشان تقدر تحاول ان انت تحمي الداتا بتاعتك، خصوصا الاكسس على الداتا، مش عايز حد عن طريق الانترنت يعمل اكسس بشكل مش مظبوط على الداتا بتاعتي ويحاول يغير فيها او يعدل فيها او يمسح منها او يعمل لها انكربشن او الكلام ده كله. فمن ضمن اللوجيكال كنترولز دي كافكار يعني يقول لك something you know، حاجة أنت عارفها زي الـ ID والباسورد. وطبعًا اتكلمنا في الكنترولز في السكشن اللي فات عن قصة الـ ID إن هو يكون يونيك، والباسورد تاني إن هي تكون بلينس كبير وما تكونش easy to guess، وإن هي يكون فيها سيمبلز وهاشز ومش عارف إيه وأرقام وحروف وأبر كيس ولور كيس والكلام ده كله، وإن هي تبقى تشينج كل فترة قريبة. دي نوع من انواع اللوجيكال كنترولز اللي هي الكنترولز اللي بتحصل بشكل منطقي وطبيعي عشان تمنع اي حد يخش على الداتا لو معهوش الاي دي والباسورد، سواء بقى على سيرفر على ايميل على ويب سايت على الكلام ده. في حاجه اسمها something you are، حاجه انت فيك انت، زي البايومتريكس. ايه البايومتريكس؟ فينجر برينت، تحط صباعك تاخد بصمه يفتح لك الحاجه اللي انت عايز تفتحها. فويس ريكوجنيشن، فيس ريكوجنيشن، ودي موجوده في التكنولوجيز اللي احنا بنستعملها بشكل يومي في موضوع التليفونات. بصمه الصباع يفتح لك الشاشه بتاعتك بالفويس او عن طريق الفيس ريكوجنيشن، ودي اصبحت امور طبيعيه وعاديه. ودي داتا وبحمي الداتا بتاعتي، بحمي الكونتكست وبحمي الكريدت كارد نمبرز اللي انا سايفها عندي والكلام ده. ده نوع من انواع التكنولوجيز ونوع من انواع الداتا، وده something you are. تمام؟ طيب something you have، في حاجة بقى معاك، حاجة تثبت وجودك في المكان ده وقت دخولك على
الاريا دي او المنطقه دي او السيستم ده او الكمبيوتر ده او السيرفر ده، زي موضوع الماجنتيك كاردز او السمارت كاردز. تدخل الكارت الباب بيفتح لك، تخش على الكنترول روم بتاعتك، بقى ليك اكسسبيلتي سواء بقى قصه على هاردوير وسوفت وير والكلام ده كله. من ضمن اللوجيكال كنترولز يقول لك التو فاكتور ايدنتيفيكيشن. يعني ايه التو فاكتور ايدنتيفيكيشن؟ يعني سعادتك تخش على ويب سايت، ودي بتحصل كتير في اماكن كتيره خصوصا الحاجات اللي فيها مشتريات عن طريق الكريدت كارد لبنك، فبيحصل كونكشن على الويب سايت بتاع البنك بتاعك. مثلا دخل الكريدت كارد بتاعك عن طريق، طبعا انت داخل على الويب سايت بيوزر نيم وباسورد، اليوزر بتاعك على الويب سايت ده مش مجرد دخولك على الويب سايت كفايه بالنسبه له انك بدات تبروسس بيمنت، فيقوم عامل ايه عشان تدفع مثلا فلوسك ويامن لك الكريدت كارد بتاعك، يبعت لك كود على الموبايل بتاعك، فانت لما تدخل له الكود ده على نفس الويب سايت يطمن انك نفس الشخص الصحيح اللي معاه فعلا اليوزر نيم والباسورد. فدي سموها تو فاكتور ايدنتيفيكيشن، طريقتين للتعريف. او سعادتك تدخل الاي دي او اليوزر نيم بتاعك والباسورد ويبعت لك كود او يبعت لك لينك على الايميل، لما تتك عليه يفتح لك الصفحه اللي انت عايز تخش عليها. ففي طريقتين يعني، او تو كنترولز مع بعض في نفس الوقت، بيكون سكيورتي اكيد اعلى شويه على اعتبار يتفادى ان يكون حد سرق اليوزر نيم او الاي دي او الباسورد، او تكون انت دخلتها كمبيوتر وسبتها ومشيت وحد قاعد يكمل مكانك. دي افكار برضو لانواع الريسكس وانواع الكنترولز اللي ممكن نتعامل بيها عشان نحمي الداتا بتاعتنا. برضو نكمل في بعض الكنترولز دي شويه افكار لذيذه قوي. يقول لك considerations برضو متعلقه بموضوع اللوجيكال سكيورتي او اللوجيكال كنترولز دي. زي يقول لك انك تقدر تعمل حاجه اسمها اوتوماتيك لوك. يقول لك الاوتوماتيك لوكينج او اللوك اوف بوليسز، يعني سعادتك داخل على موقع مثلا البنك بتاعك، بتشوف رصيد حسابك في البنك ومش عارف ايه والكلام ده، دي داتا. قمت تشرب ميه، تعمل كوبايه شاي، اتاخرت 5 دقائق، يقوم عامل لك لوج اوف على طول او لوج اوت من على الويب سايت عشان يجبرك تدخل الاي دي والباسورد تاني، عشان ما يضمن ان خلال الفتره دي مفيش حد قاعد مكانك وبيحاول يطلع على الداتا بتاعتك. ده ريسك ودي اللوجيك كنترول بتاعته. يقول لك لوجز. لوجز يقصد بيها هنا ليست او ريكورد. لوج اوف اول لوج اتمبتس، محاولات الدخول whether successful or not. ف بيبقى في برامج انفورميشن سيستمز موجوده على السيرفر بتاعك بتطلع لك ليست بالناس اللي دخلت النهارده والساعه كام والدقيقه كام والثانيه كام، ومحاوله دخوله صحيحه ولا غير صحيحه. نفس الليست دي بتبقى برضو موجوده على الويب سايتس على اعتبار ان الويب سايتس بتاعتك فيها الداتا بتاعت الشركه بتاعتك، ويهمك تكنترول الداتا دي وتحافظ عليها وتمنعها من السيفت والكلام ده كله. طيب قال لك اكونتس ذات اوتوماتيكلي اكسباير. مش المفروض ان انت تفتح اكونتس للناس الكاستمرز اللي عندك، او الناس اللي بتخش على الويب سايت بتاعك، او الناس اللي بتخش على الميلز بتاعتك جوه الشركه، او الناس اللي بتخش حتى على السيرفرز بتاعتك بيوزر نيم وباسورد، مش المفروض ان يكون معاهم اكونتس جرانتد فور لايف. يعني الكلام ده مفتوح لهم طول العمر، في موظفين بتمشي، في عملاء بتتغير، في الكلام ده كله. فانت تحاول يبقى في اكسبيريشن او اكسبايري لقصه اللوجز ديت او اللوجنز ديت والاكونتس ديت، عشان تعمل كنترول اكبر لو في حاله ان حصل تغيير على الويب سايت، او حصل تعديل في موظف مشي او حاجه زي كده. دي كده اللوجيكال كنترولز. قال لك بالاضافه للوجيكال كنترولز عشان برضو تحمي الهاردوير والسوفت وير وبالتالي الداتا بتاعتك، في فيزيكال كنترولز تاتشبل. برضو كنا اتكلمنا كتير في القصه دي قبل كده. فيزيكال كنترولز، اعمل فيزيكال كنترولز ازاي؟ مش بس على اكسسنج الداتا، على كل حاجه، ان انا بروتكت الداتا حتى بينج ديسترويد يعني. قال لك تعمل وولز اند فنسز، اسوار والكلام ده، لوكد جيتس اند دورز، تقفل الباب والقصه دي، ويبقى برضه الاوثرايزيشن للاكسس لناس معينه والكلام ده كله. مان جارد بوستس، في ناس واقفه تحرس الكلام ده. مونيتور سكيورتي كاميرز، حاطط كاميرات تشوف مين داخل ومين خارج. جارد دوجز، ماشي، نوع من انواع الكنترولز. ارم سيستمز، حتى لو حصل حريق، يعني مش قصه اكسس عشان احافظ على الداتا وخلاص، مش عمليه اكسس بس لا قدر الله يحصل حريق. عندي الارم سيستمز، سموك ديتكتورز اند فاير سبريشن سيستم.
كل ده في نفس الكونسبت. طيب كنترولينج فيزيكال اكسس، قال لك اعمل كيز فيزيكال اكسس، دخول شخص لمكان معين، اعمل كيز، اعمل كارد اكسس، بايومتريك اكسس اللي هو وات يو ار، ان انت يبقى في فينجر برينت او في فيس ديتكشن او فويس ريكوجنيشن او فيس ريكوجنيشن والكلام ده كله. دي بالنسبه لقصه الفيزيكال اكسس. داتا جوفرنس جواه ثلاث عناوين صغيره، الداتا جوفرنس نفسه، اللايف سايكل بتاعت الداتا، وحته السايبر اتاكس والسايبر سكيورتيز. داتا جوفرنس ليه؟ عشان تبقى خلال اللايف سايكل بتاع الداتا، وعشان احمي نفسي من قصه السايبر اتاكس. طيب